روح العطاء والمحبة انتشرت في المعرض الخيري للأعمال اليدوية، والذي يقام كل سنة من قبل جمعية السيدات الأمريكيات في البحرين بهدف جمع أكبر مبلغ من المال للتبرع به للأعمال الخيرية في المملكة. الزميلة شوق العثمان زارت المعرض وأعدت هذا التقرير. يمكن أن تصنع بيدك شيئا يقدم السعادة للآخرين. على هذا النهج انطلقت أعمال المعرض الخيري للأعمال اليدوية الذي يقام كل سنة تحت مظلة جمعية السيدات الأمريكيات في البحرين، فاتحا الفرصة للأعضاء والزوار لعيش تجربة العرض والبيع. هذا المعرض يقام من قبل جمعية السيدات الأمريكيات كل سنة، الهدف منه جمع الأموال للأعمال الخيرية، وأعتقد يا ليا إنه من أنجح المعارض الخيرية. طبعا لدينا أكثر من 100 طاولة تم حجزهم بالكامل. هون ممكن تلاقي معظم الجنسيات المتواجدة في البحرين كلها تعمل معا لأجل سبب واحد، هو جمع أكبر مبالغ ممكنة للتبرع الخيري. هذا المعرض الخيري يجمع المتعه والافاده المجتمعيه بتوطيد العلاقات وزرع روح المحبه والعطاء بين الافراد المشاركين كافه. وشاركني في هذا المعرض لان حابين ان نروي مثلا الامريكان، لان هاي الامريكان فير، فان نرويهم ان الشعب البحريني عندهم قدره وعندهم يعني ثقافه في خاصه في الارت يعني في الفن. احس انها فكره زينه انه هو يقرب بين يعني مختلف الجنسيات، بتشوفين وايد جنسيات هنا. نحن نشارك كل سنة في هذا المعرض، إنه يجمع العديد من الناس. الدعم والتفاعل المجتمعي يقع ضمن أولويات هذا المعرض الخيري الذي تصب جل أهدافه في تعزيز التكاتف بين المجتمع وتقوية الروابط وتدعيم روح البذل والعطاء في مملكة العطاء والسلام. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.